المهم انا معاك لما اجي تاكل انا في العنبر. يلا لا ده ما تخش تشوفها الاول انت. خد يا بدر. ياسين مذنوبة بين الكلب اللي كانت عضتها قبل كده والكلب اللي عايزة تعض. تقرب منها جامد زي ما بتقرب لميرا. انزل انزل خدها في حضنك خدها في حضنك. اوعى تعدي اوعى
واحد فيك متعبرش، انت بك احترم مني. تعال خدي خدي شبه كلبتك يا سنو، كلب ده احلى من كلبتك صح؟ صح؟ كلبتك من اسد غزه، من غزيه زي تعالي حاجة جت لي رحمة ما تنام. ارجع ورا شوية يا اختي يا شيشة، ارجع ورا شوية تدخل علي كده. تعالي تعالي كمان نخش وقت. تعالي رد تعالي رد انت لا انت عدك كده كده هتعدي بس رن. انت ما يعديش الا برد تيجي ايه؟ ما تعرفش ده بتحاجة. سيب بس بقى زي تبدي. ايه؟ هو يفكر. حاج سلام. سلام. هو هو انسي خالص. بص لي فوق. بص فوق. بص فوق. بصي فوق بصي فوق. نعم يلا قوم عديها بنت عديها بنت ايدي تتكلم قول حاجه للناس. يقول لك بابا اللي بيشترك كل اجل الجاز وانا رحت اتصل اقول لك بابا اللي بيشترك كل. فهمت حاجه؟ ولا فهمت منك حاجه خالص. اه لسه كلمه ان شاء الله. فولا في اولا؟ اذا كان هي لسه ما اتجوزتش خالص يا سيدي. هي هتيجي كده كده كده. ثلاث ولاد وثلاث ولاد وثلاث بنات. ايوه بنات؟ استغفر الله العظيم يا رب. ايه اللي صايم؟ بقول لكم بقى انا مش تاكل اجيب الجاز. سلام الله بركاته.